السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين. لا زالت أنسام وأجواء عيد الفطر المبارك ترافقنا وتظلي بظلالها على هذه الوجوه الطيبة اليوم أيضا في الموصل القديمة، وهذه دجلة الخير وهذا الوجوه الطيبة الكريمة. حلقات العيد، كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. وأحسب أن فقرة اليوم فقرة مميزة بحضورها، بشخوصها، برجالاتها، بشعرائها، بأدبائها، بفنانيها. حياكم الله جميعا، ونقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور اليوم حضور مميز، إذا حضر الشاعر عبد العزيز أبو فتاح الجبوري، وإذا حضر أيضا الفنان عبد أبو ضياء الجبوري، وإذا حضر رياض الجبوري، فاعلموا أن الحلقة حلقة مميزة حتما. حياكم الله جميعا، والبداية للشاعر المتألق الأستاذ عبد العزيز الجبوري أبو عامر. الله حي أبو عامر. الله حي أبو عامر. حي نباك، حي نباك، ما تعجز ما تعجز. أبو فرغان، بالبداية أرحب أشد الترحيب بجنابك، وأرحب بكادر قناة سامراء الجنود الأبطال. أنت بنص أهلك وبنص محافظتك، وحياك الله ويا هلا ويا مرحبا ويا ساعة المباركة. نطلع عن جو الحزن شوية، احنا بليالي عيد وليالي فرح والعالم تريد، فنبدي بقصيدة من الغزل أقول بيها: فصلت القمر بيدي أنا كسوار، وطرست نجم والخاطر عيونك، وضميتك بروحي وخايف أنا عليك، من الحساد أخاف الله يحسدونك، ترى مجنون ليلة بليلة ما مجنون، أنا اللي صرت بالعشق مجنونك، ومو بس ليلة، أنت الليل والمصباح، ألف ليلة تروح في دول عيونك. يا أبيض يمامة ولونك أبيض حيل، زرقاء اليمامة جابها لونك، خاف الله على بختك مو سبيت الناس، هايش بيهم أهلك ما يوصونك، يا المحبوبة بد لا تطلع من البيت، وبالكندور قولهم خلي يضمونك، الأسود من لبسته يخبل عليك، وانت بدون هذا مدوخ الناس، أنصحك لا تعوف بوحدك البيت، ومن تطلع معاك يكون حراس، شعرك ليل أظلم فر العقول، وبس انت تحل يصيبنا نعاس، ننام بلا وعي على الدرابين، ومزدحم الخلق نعصب بطن الناس، أحلم جاي أبوسك من الأخدود، وقلت همزين طاح بإيدي خده، وقلت فرصة حبيبي جاين اليوم، حالف للصبح ما راح أهده، يفززني قطايا يقول لي يشبيك، لزق بوسات واقع بالمخدة، تعال تعال البارحة تمنيتك وياي، وإذا رايح تجي أوقف وهلي، أكون وياك أنا مسار الليل، وشياطين التوسوس خل تولي، أما لو بقيت وياي بالبيت أبشرك شي ظنك قمت أصلي، خدك والقمر اثنين نفس اللون، ومرات القمر يغار من خدك، فوتوشوب حسنك لو شغل رسام، يلي مدوخني أنا شلون لبس الدك، فوتوشوب حسنك لو شغل رسام، يلي مدوخني أنا شلون لبس الدك، الجوامع ضيم صاحت من نذانه، وهو الغير شخصك من نذانه، أنا وقتي وسحلته من نذانه، وعلى مودك شحط جبته بدي عطر من خده، ولفي طب ذري وحس نظرة عيونه، طب ذري دخلنا احنا بغيابك، طب ذري ولقوك بالفحص من تشربية، قبل حزنك معاك قاسماني، قبل حزنك معاك قاسماني، أحبك موت صدق قاسماني، أشمتيه صحت لي قاسماني، أنا عبد العزيز العلتبية، أنا عبد العزيز العلتبية، وسلامتكم. تعيش بعز، تعيش بعز، تعيش بعز يا هلا. شلون عيد هنا بالموصل؟ والله إن شاء الله، إن شاء الله عيد الله سبحانه وتعالى يبعد عنا الحزن ومملئ إن شاء الله بالأفراح. آمين. وننسى الهام. آمين. والغام. آمين. ورد نبدي حياة جديدة بوجودكم والوجوه الطيبة هذه. آمين. وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل. علاقتك مع الفنانين أبو ضياء وأبو وأخونا رياض الجبوري؟ والله أخاف بعدين تنحسب علي نقطة، لأن أنتين أبو جبور أقول علاقتي قوية بيه، بس أنا علاقتي طيبة ويا كل الفنانين. الله الله، وكلهم حياهم الله وعلى راسي. أبو ضياء طبعا أخ وصديق وجار، يعني جار منطقة وهاي عشرة عمر أنا. يا سلام يا سلام. وش يسمعنا اليوم أبو عبد أبو ضياء؟
وان شاء الله العتابه احنا نسمع منك العتابه. والله محييك، فرصه لان نلتقي لاول مره ويجمعنا معك تصوير تلفزيوني. اي والله المايك يمك ونسمع منك. اي والله بارك الله بيك. Thank you.
الدنيا أبد عاني أبد عاني ترى ما لوم عاني فوف يا فوف يا أبو عامر يا أبو ترى ما لوم عاني هذا اللي بكت على الغالي يا ويلي يا ابو مالهم عيني يا عزيني اوف يا ويلي يا ويلي نال يا يما يا يما يا حزينة يما اوف يا ولي عيني يا اوف يا يابا يا بابا لا قل للحزين ترى الولف ما يلا ايام يا ويلي ابد 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 قل للحزين ترجاهم علي 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 يا علي علي لا 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 هم راين ولا غياب ترجاهم ترجعوا امي ولا غياب ترجعوا والعجل يا حاف يا حاف تراب ولا حد يا مهمه يا مهمه ولا يما يا حاف قطاهم اي والله يا حاف قطاهم ابو كفران خينا عم تراب ولا حد يا مهيمه يا مهيمه جيت الولد ديره النظر ديره جيت ان جيت دار الولف ديره النظر ديره والدمع فوق الوجن يا صاحبي يا دهر معدم نعك كاس المهل ديره وعلق نيارين وسط الشبد من قلبي وشت عد الحظوظ بين الحظ من قلبي امضرب على الفراق وشوف دماية من قلبي راحة وحباب الذي يسوء لهم ديره راحة وحباب الذي يسوء لهم ديره لا لا والمال والعادة الباي وتعبت البال والعود ولا للركض وراهم عبث خايبة عبت الباي والعود تعبت الباء والعود اجل انا راح من ايد الولف يا مهيمه يا مهيمه
ترى راح من يد الولف غالي الخيب يا ال يا دار وين اهلك ودلال والربعه يا هجم وين اهلك ودلال والربعه وبالله جيت انشدش قلبي فقد ربعه العقل كله تلف باقي يا خي ربعه ومو زين عندي بقتا شخص جاني والمثل داج الارض مصيوب بجاني بلا شقي زيجي وادور عيل اللي جاني من مشوا عني ابد ما نبتت الربعه من مشوا عني ابد ما نبتت الربعه عجل ظل بالاسود بل علي اشتري من وهذا لي يا شوالي يا با يا با يا با فاف يا يا با فاف يا يا با ظل بالاسود يا فهم يا بتر نعى وحزين وعاد والله جها من بدلالي يا في ويلي يا با يا با 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 يا با نعى وحزين وعاد صار بها والمدر القديم صار بها ليل يفضي يا مدري ايش حال دياره هالنوال موال موال ومثل واللي عليها البوم موال ابو عامر ليال الجوم ما ولي يا ولي ليال الشوم اقدر بين يابا ولي يا يما 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 ولي هذا ليال الشوم اقدر بين اوف اوف يا يابا اقدر بين ليال الشوم اقدر البين وين ما وين وعليك الفرج يا رب السماء يا
على نصوج الليالي مرن علي نصعايب بعد امه الله يا ابوه صوج الليالي يا ابوه تأزدرنا بجفاء قمر مدين لايل تأزدرنا لايل يا بي يا بي يا بي تأزدرنا بجفاء قمر مدين تأزدرنا بجفاكم يا بي تأزدرنا بجفاء قمر مدين ويا كفر الله تعلي قمر مدين دلال دلالي يا باي يا بسعير نار دلالي اي والله يا ابو عامر يا بسعير نار دلال تورمدي انا يا ابو وعلى كل القرايا الحسن ولا نعمة مجبورة ويكم رفعت الرايس بعد امي يا دار انت وحدش للبوم ضليتي عجيب يا هجم انت وحدش للبوم ضليتي وفوق اللي عزك عسف ما يوم ضليتي يا فراحي عندي عجب لليوم ضليتي وماني بحاجة بعد وحزاني منتلها والدار صارت مغر للغربان منتلها روس العوالي انكست والله منتلها ويا ما نصحتك ولكن ما طعت ضليتي ويا ما نصحتك ولكن ما طعت ضليتي حرام لبس العجل يا الحرام انا ولدان انا عبد الجبوران قال يا ابو من هالحرام لبس العجل بس يا جاني وما دايمهم رايل بس جاني يا لولا طاري يا ابو عامر يا لولا طارش من هلي بس جيني يا لولا طارش من هلي بس جيني هان على الموصل هان قول يا لولا طارش من هلي بس جيني او تاريد اسلو عن حي الاحباب هذا لا يقبل الموت وبدل تروح بروح بعد موي عقب الغوال المشى وزادي ابد ما طاب وبقلبي غير الحزن يا سامعي ما طاب ما نفع طب العرب من عاينوه ما طاب وشلون يبرى الجرح والوقت ضيم يعيد الله او تاهت حسبت الاسب كيفك علي يعيد بلا يعيد عش قبل تبينه جرح يعيد من عيد الاضحى المضبينه جرح ما طاب من عيد الاضحى المضبينه جرح اريد نقلب شوبي والا راح تصير لطميه مو وجدانه حتى نحول فقره تشوبي لانه اي والله المخرج يقول فاصل وبعده راجعين لكم مع هذا الشعر الجميل والمواويل الحزينه حقيقه ولكن حتى ناخذ الجمهور العزيز والمتابعين الى اجواء تشوبي والنشيد العذب مو تمام ابو عامر حتى يعني خدوا عين العرب تقول خدوا عين اي والله اذا من الحزن الى الفرح وحياهم
ومرحبا بكم، حياكم الله. يعيش ابو ضياء على هذا الاداء وهذا الالقاء، والنعم 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 والنعم، بارك الله بك. اي والله جزاك الله خير، وممنونين حقيقه الرياض والمؤيد. وحتى نستثمر ما تبقى من الوقت يا جماعه الخير، ارجع لك ابو عامر الزهيري والعتابه، وش يمثل بالنسبه للشاعر الشعبي؟ ابو غفران الزهيري والعتابه عند اي شاعر، الزهيري له طعم خاص، العتابه له طعم خاص. اني يعني كقناعتي الشعر ما يكتب الزهيري والعتابه يعني تكثر عليه كلمه الشعر، تكثر عليه كلمه الشعر، لان لون من الوان الشعر. فاني ما 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 يجيني شاعر يقول اني بس اكتب قصيده، اختصاصي قصيده، ماكو اختصاصك قصيده. انت شاعر، انت لسان، لسان غيرك. يعني انت المفروض تكتب القصيده، تكتب زهيري، البوذيه، العتابه، الدارمي، النايل، السويحلي، كل شيء لازم يكتب. كلام جميل. احنا حتى نستثمر حقيقه اليوم الاجواء الطيبه، اجواء العيد واجواء الفرح واجواء الموصل الحبيبه، حقيقه نحب نستكثر من عندك ونسمع من عندك ما تجود به قريحتك. انا حاضر، من زهيريات، من عتابه، من قصيد. أيوة. انا حاضر، انا وش حاضر. وش تختار للجمهور ما دام انه بقى لنا وقت قليل؟ آني العصير وش يمثل بالنسبه للشاعر؟ العصير مغيب الشمس واحنا على الله. اي والله يا حيف هذا الوقت ينقضي ما ادري شلون بساعه. قال أيوة بساعه. اي والله يا حيف هذا الوقت ينقضي بساعه. الزهيري انا بالنسبه لي بالموصل يعني الشاعر الوحيد اللي يسموني شاعر الغربيه او عقال الغربيه، قاموا يلغبوا لي بالمهرجانات. فالموصل تفيد مني الزهيريات، لان نادر من الشعراء بالموصل يكتبون الزهيري. فراح اسمعك زهيريات. زهيري يقول كل شيء ولا العوز تدري العوز هداني، كل شيء ولا العوز تدري العوز هداني، وتشلب بايد العسر مع يوم هداني. قابلت بير الصبر والصبر هداني، وايم تجين الفرج مو زين تاليها، ولقمه حلالي اخاف تروح تاليها. يا قلب ايد الجنت بالضيم تاليها، حتى ابن ابويا بزع يا ناس هداني. وترقص الحيه طرب يوم تدق عناي، ومرت مصايب علي ما حد نشد عناي. انطاني كلام جدا ما يروح ابد، عناي لو لزمان يا اخي يغديني بيده وصل. وانت القطعت الرحم وانت القطعت الوصل. اي محنا زناقيل تا صوت المنادي وصل، احنا كثيره لو جاء هلف عناي. وبيت طلب مني احد الاخوان يقول يوم انه خلي اجى بس قل لي من جامعه، وفوق الشفايف شفت كل الحسن جامعه. كل محب ويا المحب ادعي يا رب جامعه، ومنك يا رب العرش هذا الطلب طالبه، وهذا زماني بعد انا الذي طالبه. اتمنى عوره تجي بس بشرط، طالبه تقول عندي بنت عاشقه في الجامعه، تقول عندي بنت عاشقه في الجامعه. وبغلات بغلات عامر كنت ما يجي غيرك بعد، بغلات عامر كنت ما يجي غيرك بعد. انطر ايام الروح تحسبها لك بعد، قبل ان سمعت الولف عكف علي. وبعد ياخذ دليلي المشى وبيد الحشاشه شلع، واليوم تدري الجرد طيفك بنوبه. شلع يا الكنت عندي اول تسوى العشيره، شلع ما عاد اشتريك فلس ما تسوى كل شي بعد. وبنوبه علي خربت يا زين من حبك، وما طلع ورد الذي مطشوش من حبك. والله درس اخذت يا فلان من حبك، مني جنين مهد من قمت اجر النفس. وقلبي معاكم يظل تمناته هو نفس، ما دام هذا جرى ما ظل بيك نفس. دور الغيري بعد حرام من حبك، دور الغيري بعد حرام من حبك. وراحا راحا ذدين الجنت تحتاجها تالي، وبدروب اهل العشق ما نولوا تالي. انت سحبت القلب يا زيك بالتالي، ما ظل عند رحم والفجه اليمنى. او تاهت معدن عرف اليسرى واليمنى، يا والبلا غطي عيونك اذا مريت من يمنى. تريد ان تبالش يساها العين والتالي، وقلبي بعد العمر للموت بيديني، وحالف الك بها حلو بالله وبديني. ما حاجة عند النظر للناس بيديني، كل من عذى الحب انا مجنون ما له عقل. ولو بيده مشت خطب اهل العبي والعقل، تدري بهواك ايش عمل؟ طير لي حتى العقل، وسالمت نفسي عبالي ديك بيدي يعني، وسالمت نفسي عبالي ديك بيدي يعني. تعايش وبيت زهيري لازم اقوله دفاع عن محافظة نينوى. حلو.
نينوى تستاهل. تستاهل نينوى. على شخصيات عايدتهم لو ما عايدتهم لهالنينوى. إن شاء الله. ورا الزياري هذا لهالنينوى خاص للأيمن. وخاص يعني عن لسان الشعب الموصلي للسياسيين الفاشلين الما وقفوا لهذا المدينة القديمة. الصورة القديمة يا المصور. إيه. فالبيت الزهيري يقول أنت سرقت الوطن أيقنا ويمنا. أنت سرقت الوطن أيقنا ويمنا وجو الجزيرة البقا وعلاوي ويمنا. ما أبتر أصبع بعد راح أبتر. أيمنا لو فكرت أنتخب راح أبتر أيصرنا. وصوش بين الذنب من الصدق أيصرنا. ليش السياسي بذل مجهود وبيصرنا وما حد بحالك بعد مقرود يا يمنا وما حد بحالك بعد مقرود يا يمنا. اي والله لنا الله وسلامتكم. والله تعيش. عايدت محمد موسى القاضي؟ لا والله بعد ما عايدته. الا التعايدون غير. لازم ابو فرند الغالي. صدام السحل. او صدام السحل يعني هذول الغريبين على قلبي ذولا معايتهم خاصة ذولا خاصة والله قيارة من قيارة وانت عابر ذولا معايتهم خاصة مو في الشعراء الموصل التعنى لهم وبرجي لازم ذولا يستاهلون يستاهلون. عافية الله يعافيك. قمنا الوقت يا المخرج. المخرج يقول انتهى الوقت لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصر. يعجبني بيت زياري دائما يقوله محمد بن موسى القاضي يقول ما تضرب ايد الخوي ومو هذا طبع ايدي وحروف تجرح صديقي ما هي طبع ايدي. يا شهد درس الشعر مفته مطب عيدي خايف اسوي العتاب بوزن موليه وبقلبي على هالوطن ليات موليه. عيد الفصح والفطر والاضحى موليه هئمت وطننا يتحرر قولوا طبع عيدي. طبع عيدي ابو فرغان مناسبه العيد بيت زهيري عايد بيه هلي. من هل قال حملك سلامي على الغالي بعايدهم يقولون العواد ابو مؤيد الجربوع هذا البيت حملك سلام. لا هذا البيت المحمود عبد العزيز اعتقد لابو راكان. شو يقول؟ والله البيت ما يحضرني بس هذا البيت الان سمعانه استاذ محمود بس اكو بيت يرد عايد بيه هلي ما يصير يقسم من هلي ما شفتهم اريد نعايدهم. اي والله فبيت بخصوص الاهل يقول بي من كثر كرهم هلي القاع جروها جروها وعطيب والمرجله الناس جروها جروها من كثر كرهم هلي القاع جروها وعطيب والمرجله الناس جروها عفي عمام انتخوا سيوف والله جروها وذولا خلايف جبر صحة النعم منهم وشيخ وامير ونعم طفل الرضع منهم العبد ربه عجل صيح الشنت منهم ومن حبل المشانق يا مرقاب جروها ومن حبل المشانق يا مرقاب جروها وهلي خلفة حسين الحمد جسرين هلي خلفة حسين الحمد جسرين نشامة ولنخاهم دوم جسرين عمود البيت هنوا به جسرين رواق وطيب وحباله هلا رواق وطيب وحباله هلا وتحياتي لكل العشائر وكل العرب وكل النعم والنعم منك. جزاك الله خير بارك الله بيك. تسلم تسلم والنعم منك ومن اهلك والله بارك الله بيك. تسلم تسلم تسلم. اذا عودا على بدء كل عام وانتم بخير يا متابعينا الاعزاء يا جمهورنا العزيز يا اهلنا الموصل اهلنا العراقيين الامتين العربيه والاسلاميه. والحقيقة يعني نتمنى لكم أعياد سعيدة وأيام سعيدة إن شاء الله تعالى بهذا العام وكل عام. الشكر موصول حقيقة إلى الذين يعني أثروا هذه الأمسية الجميلة وهذا اللقاء الجميل. الشاعر المتألق الكبير عبد العزيز أبو عامر تسلم والنعم منك يا أبو عامر. تسلم تسلم تسلم. وكذلك الفنان عبد أبو ضياء الجبوري تعيش 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 والله بارك الله بيك. المعازيب رياض الجبوري والنعم منك بارك الله بيك. تسلم والله والنعم والنعم والنعم. مؤيد العبد الله بارك الله بيك. أبليت بلاء حسنا. إيه والله الصوت الجميل نحملك تحية وسلام الكل الأهل والعمام والقرايب. أي والله أيضا تسجيلات الأوتار الذهبية أنس الحبيطي والنعم من أنس الحبيطي والنعم. وكذلك العازف صاحب الأنامل الذهبية يوسف الحديدي والعشرة نعم من يوسف ومدير الأعمال محمد الجبوري وزياد أبو صقر. وأيضا تحية خاصة من الشاعر عبد العزيز أبو عامر إلى منتسبي مستشفى الجمهوري وإلى أعيال العرج كافة وأحمد اللهيب الذي أيضا أثرى الحلقة وكان له معنا أمسية جميلة. إلى أهل تشوبي اللي قالوا إحنا من صديرة واللي قالوا إحنا من الموصل واللي قالوا إحنا من حي المأمون ومن حي الرسالة ومن حي الزهور ومن وادي حجر ومن كل أحياء موصل الحبيبة حقيقة. إلى كل هؤلاء الشبان اللي نتمنى أن المصور
يطلع لنا اياهم اللي هم خلف الكاميرات. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير يا هن الموصل. نسأل الله أن يحفظكم جميعا. الشكر موصول إلى كادر فريق العمل الذي رافقني من أربيل، المصور المتألق الجميل أمين بن كبو، وهذه تحية المخرج لكم علي الغالب، حتى نلتقي في أمسية أخرى ولقاء آخر. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.